العهد ده اقدر تسمع بالمعنى دي اسمها تبقى تصير راس مفيش شرباش انا شيء جبت ليه؟ اسالك سؤال في الشرق مين؟ قول لي اقدر اسمع مفيش شرباش انت هتنطق يبقى بالمعنى دي طبعا هي في دي اكشن دي كلنا مش زي البرنامج تومس دي موجوده في كل رسالة ايه؟ العقل بتخرج منين؟ من سيرة الايه؟ ونعمل الصلاة ايه؟ واكشن ايه؟ طبعا الريتم الكلام ده ليه؟ الريتم انما الايس ممكن يبقى مسلوب ابقى الفريق بلاك اورال اي كانت العضله دي بتاخد اورج منين؟ لازم الكتاب هنا كده اورج مش مظبوط قوي بتاخد اورج من البارمر ابيروس البارمر ابيروس من ميديا البورد بتاع اللي هو دي القشره بتاعت البارمر الصوره دي معاكم في كتاب عادي خالص عندنا هنا كده ده ميديا البورد بتاع البارمر ابيروس بتاخد من اورج بقى لانها بتبتدي كمان بالبيكسل بتناكل لو من اللي بيحصل الكتاب الناس اللي محطوطه فيه العضله بتمشي بالعضله تحت الجلد كمان السيرش في الجلد بتاع البارمر عندي ده بتاخد الزبارة العضله دي اللي هنا دي بسميها ولاد بلمارش بريد بسميها ولاد بلمارش بريد بلمارش بريد موجوده تحت الجلد النرف الصبري بتاعها لو خدت فيها ذاكره سوبرفيشال برانش بتاع بعض النرف لو خدت فيها على الارض سوبرفيشال بريد امشي دي ده ودي النرف الصبري اكشن ليش المكتوب الكتاب ما اعرفش جابوه منين صح لو ست اول سبع ثمان كلمات هلاقي ان هي بتشد على جلد تعمل له ريجلينج ريجلينج يعني جعان فيبقى اي واحد فينا اللي انا كشرت لك هكتب له وش كده في عضلات عامل ترينج للوش ترينج ليج يعني تجاعيد فرشتي كده على وش من فوق كده اربع ثواني هنا في رينج وانا عملت لك كده هنا في رينج العضله بتاعت العظم بتشد على جيبك تعمل له ولاد بين نرفع صوت حتى لو قلت لك اعمل كده وايدك هيعمل كده مش هتعرف تعمل حاجه على فكره كان ازاي كتب بقى ان لما بتعمل رينج بترفع الجلد شويه ولما ترفعه تدوب الهرم بتاع البان ولما تدوب الهرم بتاع البان يبقى المجهود هدي جامد طبعا انا ما عرفتش ايه ده صراحه يعني مش عارف ايه اللي بيتكلم عنه يعني طبعا كل اللي بيتقال ده بولس 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 مش مين اللي بيعمل ايه ده هو ليه اللي بتعمل كده العضله تعمل شويه رينج بالجلد تخلي الجريف كويس قوي وتدوب الهرم بتاع البان يبقى الجبار يعني عضله مش مجيبه يعني يعني تدوب طبيخ مش كده لا لغايه ما قلنا ايه يعني كلمه مرايه عشان ما تقعدش في البيت عشان تحل الاسره العضله دي يعني انا ممكن اشرح كنت عملت كل دي في معايا عضله اسمها رينكلينج العضله دي سمكها لقيت عضله سمك ورقه يعني عشان تشوفها في الجثه لازم تقعد تشرح بالراحه جدا وتشيل جلد كده العضله بتاعتك يبقى بالتالي لو قرينا الكلام اللي كاتبينه في الكتاب ده مبالغ فيه جدا عشان الواحد ما يقعدش في البيت يبقى كده ان اللي بيعمل ايدي كده وزود الهرم طبعا هرم والفورس والفورس الثانية شدت زودت البحر تمسك حاجة غير كويس اللي ماسك الميكروفون بإيدي كده لسه عليه في إيدي قال المقطع لمه من البداية كده كل ده كله بونس مش نقدر مش عايز الجلد شدت الجلد جعان وبقت هات الجلد كويس لما أستاذ دي ده أنا أكشف الفرصة فالمهم عشان كده مش عارف شخص زي ما كنت بقى قبل ما لقيت لسه لما بينا بقول العمل ده فمكتوب ليه؟ موجود ان سوبرفيس شركات شركات سان كورا انا لسه عليك ولا تقول لي عدد سوبرفيس شركات شركات القمر مفيش غيرها واحده انا ليه موجوده في البارت بنيس تحت الجلد السين بتاع الهايبوسينر ايمبس في منطقه الهايبوسينر الاوبن من التريكسور الدراكلا والميديا بورد بتاع بارمر افينوسس هم ما رسموش الدراكلا مكتوبين بس بالبارمر نزلت التريكسين والميديا تسالت الضبان غير بصفايا سوبرفيس شركات اكشن دي تنس تنس الهور اوف ضبان تخلي الهرم طبعا دي ولما دي سوبر بايت فيرم جريب عشان تقوم يديني فيرم جريب فيرم يعني جاب جريب قاطع جامد طبعا عمل كده ازاي؟ باي رينكلينج اند ريزنج كرينكلينج جعان وريزنج رفع تسكيك قدام ايدي اسد طبعا يعني العضله دي لما تنقبض هتشد على الجلد تقلبه على بعض يبقى رينكلينج رفعته زودت الهرم طبعا عملت جود جريب للهيب طبعا انا مختار ده كل اكشن عشان كنت شفت انا جاب كل ازاي انا نفسي مش عارف يتكلم ازاي لا اعرفه بس ان لو شدت على الجلد هتعمل له رينج تيجي على بعضه وبدوك قال له ايه؟ يبقى هيك كده لو تشد على الجلد تشد جلد بدل ما المفروض كده تيجي على كده شويه حاجه بسيطه قوي عندنا عضله حاجه اسمها دي فشل طبعا دي فشل طبعا ايه؟ بتتقسم لثلاث اماكن سنتر بارت ميديا بارت ولاتر بارت الرسم الكتاب اللي هنا او اللي بعدها بيورينا كده دي فاشل السنتر بارت فيري سترونج اسمه بالمر ابيلوس وده بيغطي التاني من النيرف سيرفيس الحديد واللاتر بارت بيغطي العضلات اللي اسمها سبينر وميديا بارت بيغطي العضلات اللي اسمها هايبوسينر ده بيبقى سنت وده بيبقى سنت وعلى هذا الكلام يبقى دي فشله الهاند متقسمه كام كنت طبعا العضله اللي اسمها تحت دي قبل ما نجيب مستسلمه لوحدها اهي العضله بتاعتنا اسمها كده بالمانيك بيس
اما اللي فوق ديت عباره عن امينو خاصه ثاني عباره عن امينو اولاد هي الدي باش. الدي باش بتاعت لها بتقسم كام ريجن اولاد هي سنت ابارت فيري سترونج سميناها بعد مارك امينو مسلسل. طبعا ولاد ابارت وميت ابارت الميديا اللي ربط فيها اولاد الهاجو سينا كلها اللي ربط فيها سينا عاملين نقط ومكتوب ان هو فيري تيل وفعلا كده حاجه قليله جدا. انما الفيري سترونج هو اني بارت اولاد السنت ابارت بتاعت سينا زي كده في المستقبل البارت. السنتر بارت بتاعنا اللي هو البارتر ابينورسس البروكسيمال اند بتاعت الايدز او المثلث تبقى لازقه في اللي هي يا جماعه في البيسور بتلاقي لما كنت بس مع التنتر بتاع عضله اسنان الديستال بارت بتكتسب الشريحه 2 3 4 تروح للاربع صوابع ما بعدهاش للصابع الكبير. الفوت لما بتاخد الفوت في بلاندر ابينورسس بدل بلاندر ابينورسس اللي تحت منهم الخمس صوابع. في الاربع اللي ربنا معاها هتروح للصابع الكبير عشان ما تحتاجش من الحركه. يبقى البلمر ابينوروسس في الاوالي بتتقسم بكام حته لما كده اربعه. في الفوت هيبقى اسمه بلاندر ابينوروسس من تحت. ولما يروح من خمس صوابع الخمس صوابع تعمل ده حاجه واحده تظبط بيها الراجل تمشي. اما هنا ديت لا صابع كبير ده مهم جدا. فربنا حرره بقى من يطلع في البلمر ابينوروسس. الاربعه دول بيروحوا مين؟ بيروحوا لدي فجاه بتاعت الصابع. لو ناخد كمان خمس دقائق لو وصلنا مع بعض نعرف ايه. ده بسرعه صابع اي واحد فينا دي فجاه صابع اسمها فايبرز بليكسور شيت. اسمها ايه مش عارف دلوقتي، انما اتفق معاكم لو ماسك ايدي كده هلاقي التندر هي ماشيه في الصوابع متوتره فشخ تحت جلد. دي دي فشخ في الصوابع. اسمها ايه؟ فايبرس ريكسوشيز. انا اللي بسميها فايبرس سكريتها فايبرسيشن. واللي سميتها فليكسوشيز طلعت هي دي التندر اللي هي ماشيه في الصوابع شرس بروفانس او بروس نوفس تاني. فاسمها دي فشخ بتاعت الصوابع اسمها فايبرس ريكسوشيز. لما لسه سامعني كويس ومش فاهم. يبقى انا في بلمر ابيروز، البلمر ابيروز بتاعنا بلاد الناس بتصحي الاول ما بتبقاش سرحانه. لو رجع قلت كده معايا كنا مع بعض في المصدر بتاعي كده بلاد ايه المهم؟ ده عباره عن مين؟ ده كان واحد فينا بدل الصبع الكبير ومين ده ولاد؟ الاندكس وادي ميدل وادي رين وادي مين ده ولاد؟ ليتل فينج. ده اللي بتناكل من هنا ده بليكس. لما اجي اسال سؤال السنتر بارت بتاعنا عمل ايه؟ انا السنتر بارت بقى كده مثلث. هسيبه كام شريحة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. دي تروح دي فرشة بتاعت الصالة ودي فرشة الصالة ودي فرشة الصالة ودي فرشة الصالة. وهنا بروكس مال كمان مع الفيسور الفلاجر والكلب بتاع ده اسمها بيرسوس. أكثر بوردر ميديا والبوردر لاترال. أنا بالنسبة للدكتور البوردر ميديا بيخطر منه طبقة رقيقة قوي اللي مغطية العضلات اللي اسمها ولاد سينا هايبر سينا وده مغطية العضلات اللي اسمها ولاد مكتبها سينا. ده بيبقى بيرسين وده بيبقى مين ولاد بيرسين. ده مين الابيروس ده سميته بالمر ابيروس. لو خدت ايد واحد وقطعتها كده كروس سيكشن كده اللي تكبر بره فيه كده قطعها كروس سيكشن تبان قوي. يبقى لما تيجي على اي واحد فينا وتاخدها مقطع عرض كده وترسم المقطع عرض تبان زي المقطع عرض بتاع خمس دوائر. الخمس دوائر بتوع دول مخطط السرحان اسمه ادمنت